ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي يا مولانا. مرحبا بكم معايا تاني في لاشين ديالي مي فيزيون سافور. كنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا في هذه الحلقه حتى الاخر لا فيديو باش تعرفوا لا غوسيت اللي انني اقترحتها عليكم اليوم. كنتمنى انها تعجبكم. خليونا نشوفوا لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو لهم. عندنا اليوم لا غوسيت اللي غادي نقترح هي اللي مسمن معمر بالكفته اي لي بوافرون. سي مسمن فارسي اي لا فيوند هاشي اي دو بوافرون. دونك خلينا نقول له شنو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهم ان شاء الله في هاد الوصفه. عندنا بوغ لا بات غادي 100 غرام ديال لا فارين. عندنا 300 غرام ديال السمو الفينال سميده رقيقه. عندنا هنايا ان بانسي د سيل ا بو بري ان كويير ان كونت كويير تاع لو بور دو كويير ديال لو لي اكريمي اون بودر اي بيان سور عندنا ان بيتيت كويير ديال بيان سور اون بو ميتر دو سوكر مي ميل سي انكور زعما ميور. عندنا ان ليفير شيميك ديال 11 غرام. ما غاديش نديرو 11 غرام كومبليت مي غادي نحتاجو كوميم بريسك 9 غرام ا بو بري كوم سا. بوغ لا فارس غادي خصنا عندنا بريسك 400 غرام ديال لا فيوند هاشي اون اوسي دو بوافرون روج. مي فوالا انا خلطت اليوم درت بوافرون روج فيغ غادي يكونوا مقطعينهم هكذا صغيورين. عندنا هنايا دو طوماط حتى هما مقطعينهم صغيورين. ابخي عندنا اون بيتيت كويير تاع الكيما demi cuillère demi petite cuillère tu as le poivre et aussi pareil pour le sel. عندنا une petite cuillère et demi ديال la purée d'ail. عندنا une petite cuillère تاع البابريكا une petite cuillère تاع الكركم et une demi petite cuillère تاع le gingembre sans oublier bien sûr عندنا à peu près 5 cuillères à soupe تاع l'huile d'olive. Donc voilà, هادو هما لا غوسيت اللي غادي نحتاجو ليهم. اي بيان سور عندنا هنايا دو لويل باش كومون دير باش غادي نسرحو سولمو لا بات ابري غادي نديروها بال كومون دي اون فالي تالي افيك البور نوازيت. البور نوازيت يلاه انا غادي نقادو غادي نوري لكم الطريقه كي غادي نديرو ابري ندوزو الوصفه. يلاه معايا. فوالا حبيباتي بوغ كومون دير بوغ البور نوازيت انا هنا درت 500 غرام بيان سور ديال لو بور. مي ابري شكا يدير على حساب لو كومون دير على حساب المقدار اللي باغي نديروها في طومبيراتور شي شويه هابطه. يعني انايا بالنسبه ليا غادي ندير ليها فيغ 4 كداك. Donc on voit que tout l'eau elle va s'évaporer. Donc après c'est là la couleur t'as le beurre il devient un peu plus foncé. On revient tout à l'heure pour voir comment il va devenir en fait la fin t'as la cuisson. Donc voilà, le beurre d'Yalna, après ça donnait quoi. Donc, franchement, la couleur, elle est magnifique. Voilà. Et honnêtement, même le goût d'Yalna, c'est rien à voir avec le beurre. Quoi. C'est vraiment, il a un goût noisette. Franchement, c'est super pour tout ce qui est pâtisserie, pour en fait, beaucoup de choses qu'on fait avec. Donc voilà, c'est ça justement, c'est le beurre noisette. Donc maintenant, comme j'ai dit, on va continuer, je vais laisser de côté. On va continuer notre, comment dire, notre recette. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié aussi de dire par rapport à l'eau aussi, on aura besoin, je ne sais pas exactement pour l'eau, mais à fur et à mesure, en fait, qu'on rajoute l'eau pour la pâte, on va voir il nous faut combien. Donc, allez, à tout de suite, on va voir la recette. Voilà, habibati, ou d'abord, on va commencer la gina d'yeltna, on va dire ça dans le robot, je ne vais pas vous dire. Fiat Aikis.
دونك الصراحة ما في ما يدير على بيتيا. دونك فوالا، كيف قلنا عندنا 600 غرام ديال الفارين، عندنا 300 غرام ديال السمول. غادي ندير ديك القبصة تاع الملح ديالتي، فوالا ندير دو كويير ديالي ديال الحليب بودر، وبيان سور غندير عليها هذيك المعلقه ديال العسل. بيان سور كي قلت العسل، سوا العسل سوا كومون، سوا العسل سوا المعلقه ديال السكر، المهم شكل الاختيار ديالو. يلا هاد الخميره الحمراء ديالنا فوالا كيف قلت ما غاديش نديرها كلها، هي نحركو هادشي ديالنا فيها. دابا فاش سالينا العجينة ديالتنا صايي هي تعشنات، هاهي كي كتشي فوالا. هانتوما كتشوفوا العجينه كي كتجي، الصراحه راه كتجي غزاله. المهم غادي نخليوها ترتاح واحد شويه، غادي ندهنوها ان تي بو دويل فوالا، اي اون فالا كوفغيغ ان تي بو، اون فالا ليسي روبوزي ا بو بري 10 مينوت لو طون فاش نديرو لا فارس ديالتنا نوجدو. لا فارس ديالتنا هنا غادي كيف قلنا غادي نبداو بالزيت عندنا، لا نرجوت نوتخ تومات دونك فوالا. من بعد ما لاصوص ديالتنا هي بردات، غادي نهزو دابا غادي نهزو لابيونطاشي ديالتنا فوالا. خصها تكون فريمون بارده مزيان، باسكو سينو ما غاديش تجينا كيف بغينا هكا. دونك خص فريمون لاصوص تكون بيان بيان فخواد، ابري نغاجوت نوتر فيونطاشي اي اون ميلونج اون فيت اون ميلونج لي تو. فوالا انا نكملها هكذا، ابري نتلاقاو باش نشوفو كيفاش نديرو المسمن ديالي. فوالا بعد ما خلينا لاباط ديالتنا ها حنا كي قلنا انها ارتاحت، هيا تنشوفوها راه طلعت نيت واحد شويه هنا هنا شويه ايدينا
ندهنوا شويه. فوالا من بعد ما اننا سالينا درت لي بول ديالي كلهما، دابا غادي نبداو نعمروهم. فوالا نغطيوهم بيان سيغ، نخليوهم نقادوهم ندهنوهم شويه او دسي افيك دو لويل اي ابري نغطيوهم اي اون اتوندون با نبداو نقادو. نبداو نسرحو بيان سيغ بديك الزبده اللي كنا درنا، ها نتوما شفتوها كي كتجي البيغ نوازيت. اوكي باش غادي نبداو نسرحو المسمن ديالنا او ميليو، نخليوه ان بتي بو غليظ، ما يكونش ترو فان. باغ كونطخ لي كوتي نحاولو اننا نديرهم شي شويه كومون دير نرققوهم كوا. دونك فوالا غنبقاو غاديين هكدا نديرو لافاخس ديالتنا. فوالا ندهنو شي شويه لهنا، الجهه الثانيه بيان سور. هادي راه تو المونط يعرف كيفاش يلوي المسمن بيان سور. دوروهم فوالا ان بتي بو دو بوغ تاني، مثلا باش نحاول نكثر فيهم كومين باش ما يجيوناش ديجا يدمين بزاف، لحقاش ديجا هي لافارس. فوالا فوالا نديرو لها هكذا وغادي نخليوهم يرتاحوا لو طون فاش نساليو عندنا كلشي المسمنات ديالنا. نبقاو غادي بنفس الطريقه حتى تنساليوهم ان شاء الله كلهما، ونتلاقاو من بعد باش نشوفو التتمه. من بعد ما سالينا كلهما المسمنات ديالنا ها هما كلهما معمرين، دونك غادي ندوزو دابا كيفاش نقول لكم لا كويسون ديالهم. فوالا حبيباتي دابا غادي نبداو في لا كويسون ديالهم. غادي نحاولو نرقو بلوتو الجناب ونخليو شي شويه هذا ديالهم شويه غليظ. فوالا شوف جسمو لحقاش الصراحه كيف انهم معمرين باش لافارس تاعتنا ما تخرجش لينا. حاولوا فين ما تكون شي بلاصه شي شويه عندنا من فوقها بلوس اننا نحيدوها. انا الصراحه انا كيف قلت لوتر جوغ انا كنطيبهم فوق لا بلونشا، بالنسبه ليا سي ان كان دو طون دونك سينو نطيبوهم في المقلة نورمال اوكان بروبليم. دونك انا غادي
نكمل نبقى معاهم هكذاك. المهم ما تيبان لينا كيفاش. تنخليوها ان فوا كتشد شويه راسها من التحت، يعني تيبان لينا بانها لا كولور ديالها الى شونجي ان تي بو ايسي لا، غادي ندوروها لوتر كوتي. دونك فوالا حبيباتي، بعد ما سالينا المسمن ديالنا ها هو كي كيجي. الصراحه ما نقولش لكم تيجي روعه الصراحه. انا نقطع لكم الوحيده باش تشوفوا الصراحه لو تروك تيجي الصراحه فويتي كومون دي فويتي اسوي كوم سا. فوالا كنتمنى انتوكا تجربوه حتى نتوما، وانا متيقنه انه غادي يعجبكم. وما بقى لي نقول لكم غير ان شاء الله اللي ما تشاركش في القناه يعمل واحد جيم ويشارك معايا القناه تاعي، لان كاين الوصفات ان شاء الله بزاف واللي غادي يعجبكم. وما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.